السلام عليكم صف رابع. اليوم عندنا موضوعنا وحدات الطول المعيارية صفحة 187. فكرة الدرس أتعرف إلى وحدات الطول المعيارية وأقيس الطول بالمليمتر والديسيمتر والسنتيمتر والمتر والكيلومتر. أن المفردات هي المليمتر والمختصر ميم لام ميم ملم، والديسيمتر دسم، والسنتيمتر اختصار سين ميم سم، والمتر هو الميم، والكيلومتر كم. هذول مختصرات للوحدات الطول لأنه راح نستخدمها بعدين في حل التمارين والمسائل بهذه المختصرات. احنا طبعا السنة الماضية انتم كنتوا تعرفون انه وحدات الطول نستخدمها لقياس الأطوال، ممكن نقيس طريق طويل، ممكن نقيس كتاب، ممكن نقيس طول رحلة. فالأطوال البعيدة الأطوال الكبيرة تقاس بالكيلومتر والمتر، وعندنا الأطوال الصغيرة مثلا الكتاب يقاس بالسنتيمتر، أو مثلا في القلم في نقيسة بالمليمتر أو بالسنتيمتر. إذا كل هذه الوحدات الطول المعيارية هي لقياس الأطوال. يمكنني استعمال وحدات الطول المعيارية أخذت لكم إياها بس من الكبير إلى الصغير. الكيلومتر الاختصار كم، المتر اختصارها ميم، الديسيمتر اختصارها دسم، والسنتيمتر سم، والمليمتر ملم. عندنا هذه الوحدات المعيارية يمكن استعمال العلاقة للتحويل بين الوحدات. عندنا حتى نعرف شلون نحول من الكيلومتر إلى المتر، أو من المتر إلى السنتيمتر، أو من الديسيمتر إلى المليمتر، وهكذا. لازم نعرف أنه الواحد كيلومتر اللي هو أكبر الوحدات يساوي 1000 متر، والواحد متر يساوي 10 ديسيمتر، والواحد ديسيمتر يساوي لنا 10 سنتيمتر، والواحد سنتيمتر يساوي لنا 10 مليمتر. أنا سويت لكم هذا الهرم مثل الهرم بالتدريج من الوحدات الكبيرة إلى الوحدات الصغيرة. يعني إحنا نحدد في أعلى الهرم هو الكيلومتر، وفي أسفل الهرم هو المليمتر. بين الكيلومتر والمتر 1000 متر. هذا للسهولة حتى تحفظوه، لأنه إحنا هنا هذا للحفظ، وراح نحول من وحدة إلى أخرى. كيلومتر 1000 متر، المتر يساوي 10 ديسيمتر، الديسيمتر يساوي نشوفون 10 سنتيمتر، والسنتيمتر يساوي 10 مليمتر. يعني إذا ممكن تكون العلاقة بين الكيلومتر والمتر، ممكن العلاقة تكون مثلا بين المتر هذا وبين السنتيمتر. فالملاحظة اللي موجودة عندي تقول إنه عند تحويل من الوحدات الكبيرة إلى الوحدات الصغيرة نضرب، وعند التحويل من الوحدات الصغيرة إلى الوحدات الكبيرة العملية تكون قسمة. يعني إذا يقول لي حول من الكيلومتر إلى المتر، الواحد كيلومتر يساوي 1000 متر، يعني إحنا ضاربين الواحد في 1000. لكن إذا قلنا المتر حوليه إلى السنتيمتر، شو راح نسوي؟ نشوفون هاي 10 وهاي 10، راح نضرب 10 في 10، هيكون 100. إذا 1 متر يساوي 100 سنتيمتر. وطبعا إحنا راح نتمرن أثناء التمارين حتى نعرف شلون نحل. عندنا الأمثلة، اللي قال الأول يقطع قيس بدراجته الهوائية مسافة 2 كيلومتر على طريق للوصول إلى مدرسته. المطلوب كم متر اللي يقطع قيس بدراجته؟ يعني قيس المسافة 2 كيلومتر يريدها بالمتر. إذا العلاقة بين من؟ بين الكيلومتر وبين منه المتر. زين، إذا العلاقة بين الكيلومتر والمتر، يعني من الكيلومتر إلى المتر، الشفيع الأكبر
هو الأكبر، إذا رح تكون العملية ضرب. راح نقول إحنا نعطينا اثنين كيلو متر مو واحد، إذا اثنين ضرب ألف يساوي 2000 متر يقطع قيس بدراجته إلى المدرسة. يعني إحنا نحدد الوحدة إذا من الكبير إلى الصغير فهي عملية ضرب، أما إذا كانت من الصغير إلى الكبير فهي العملية قسمة. نأخذ مثال آخر، مثال ثاني. تنتج عقارات دودة القس التي تعيش على أوراق التوت أجود أنواع الحرير، إذ يبلغ طولها، شوفوا طولها شقد، هذا سنتيمتر، 8 سنتيمتر. كم يبلغ طولها بالمليمتر؟ هذا السنتيمتر وهذا المليمتر. إذا الحل أنا حافظة إنه الواحد سنتيمتر يساوي 10 مليمتر. السنتيمتر هو الأكبر، إذا هي العملية ضرب. زين إحنا ما عندنا 1 سنتيمتر، إحنا شو قد عندنا؟ عندنا 8. إذا 8 ضرب 10 يساوي 80 مليمتر يبلغ طول دودة القلب. عندنا المثال الآخر، المثال الثالث، مضمار طوله 3000 متر، كم يبلغ طوله بالكيلو متر؟ يريد نحول من المتر إلى الكيلو متر، تشوفوا هاي من المتر إلى الكيلو متر، يعني نقسم 1 كيلو متر يساوي 3000 متر. احنا حافظين هذا الهرم، حفظوه حتى يساعدكم بالتحويل. 1 كيلو متر يساوي 3000 متر. زين احنا اذا عندنا 3 كيلو متر كم متر؟ اذا العمليه انه العفو، اذا عندنا 3 متر كم كيلو متر يريد؟ يعني كم يبلغ طوله بالكيلومترات؟ هو يسمع 3000 متر يريد يحوله الى الكيلومترات. زين عندنا 3000 متر قسمة 1000 متر، لانه الكيلومتر الواحد، عفوا هنا اسفه، 1000 متر، الواحد كيلومتر يساوي 1000 متر. اذا عندنا 3000 متر راح نقسم 3000 متر تقسيم 1000، ترفع الأصفار عند القسمة تبقى 3 تقسيم 1 3 متر طوله، 3 متر طوله. إذا هو المضمار طوله 3000 متر. كم يبلغ طوله بالكيلومترات؟ نعطينا إياه بالمتر، يريد بالكيلومتر، والمتر أصغر من الكيلومتر، وأنا حافظة إنه الواحد كيلومتر يساوي 1000 متر، يساوي 1000 متر، بس أركز على هنا إنه 1000 متر، آسفة لأنه قبل شوية كنت قلت 3000، أنا أقصد 1 كيلومتر يساوي 1000 متر. إذا العملية هي قسمة، مثل ما تقول لنا الملاحظة، تحويل الوحدات الصغيرة إلى الوحدات الكبيرة تكون العملية قسمة. فذلك 3000 قسمة 1000 راح يكون الجواب 3 متر هو طول المضمار.